السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ناخد أول نوع عندنا الريندر، وهو الواير فريم ريندر. تمام، الواير فريم ده زي ما نقول كده هو بريفيو ايمج للموديل بتاعي. تمام، بمعنى ايه؟ يعني ده مش الريندر النهائي، ده مش الحاجة النهائية اللي هعرضها للناس. ده مثلا زي ما نقول كده ايه، مثلا يعني حد وقف على المسرح مثلا او حاجه، عمل زي نظام ايه كده، مثلا حاجه بدائيه كده، بس اللي هو يشوف الدنيا تمام وهتمشي ولا ايه، قبل ما يعرض شغله للناس. تمام، وهكذا. يعني هو مدينا مثال هنا ان احنا بنستخدم النوع ده في حاله الديزاين. يعني انا دلوقتي صممت بيت مثلا، فهل باب البيت دوت، يعني هو دلوقتي بيدينا مثال، فهل باب البيت ده لو انا فتحته هقدر ادخل منه مثلا حاجة كبيرة زي بيانو مثلا، ولا هحتاج اكبر الباب شوية، يعني الفتحة بتاعت الباب، ولا واسعة هي مثلا فاحتاج اضيقها سنة، الحاجات دي كلها. فانا بعمل حاجة بريفيو كده، اللي هو ايه، بعرض، بشوف الديزاين، بشوف الدنيا تمام عندي، بشوف في حاجة ناقصة قبل ما اعمل الفاينل ايه، ريندر. تمام، طيب، فزي ما احنا شايفين كده ان ده كده مثلا ده الواير فريم اللي بنتكلم عنه. فهناخد صورة مثلا ونشوفها، يعني مثلا كده ده انواع مختلفة من الريندر. ده الفاينل ريندر اللي هو بقى هيتعرض للناس، اللي هو انا حضرتك مثلا، يعني ده اللي فوق دوت كده، ده مش انا اللي، يعني مثلا انا يوزر، فمش انا مش هشوفه، انا هشوف بس الفاينل دوت. لكن اللي في الاول ده اللي بيكريت الاوبجكت او بيكريت الموديل، ده اللي بيشوفه بقى. تمام، بيفضل يعدل فيه. فمثلا ممكن نعتبر ان اول جزء ده الواير فريم. لكن هنا مثلا لما نيجي على الصوره دي مثلا، انا وريتها لكم قبل كده، ده مثلا اللي هو ايه، الفاينل ريندر، اللي هو بعد ما يخلص بقى 100% الفيديو يكون خلاص اتعمل، فبقى ابدا مثلا ارفعه على اليوتيوب، هبدا اشوف هعمل فيه ايه، ابدا استخدمه مثلا في برنامج تاني، اعمل عليه اديت افكتس ولا حاجه. تمام، طيب، ولكن هو بيقول لك ان النوع ده فيه عيب، انه ما بيعرضش كل الديتيلز بتاعت اي موديل او اي سطح او اي اوبجكت موجود عندي في الصوره. يعني تقريبا الاوبجكت اللي في الصوره ما بيكونش الديتيلز بتاعته كامله. تمام، اللي هو مثلا اللون بتاعه، الحاجات دي كلها. تمام، طيب، نيجي هنا مثلا، هو بيقول هنا بليت 8. تمام، فنيجي نشوف بليت 8، نيجي نبص عليه كده. تمام، اهو ده البليت 8. تمام، فزي ما احنا شايفين الصورة، يعني الى حد ما اصلا ما تبانش ان الحاجة فيها واضحة. تمام، وكمان هنا في انعكاس، وكمان الجزء اللي هو الخلفي بتاع العمود اللي واقف ده مش باين، وكمان اصلا الهرم ده يعني شفاف جدا لدرجة كبيرة ان هو مش باين، وهكذا. والجزء ده مثلا خاف حاجب جزء من الشمس مثلا، وهكذا. اجزاء كتير جدا طبعا ما بتكونش باينه، والديتيلز بتاعها ما بتكونش واضحه. تمام، طيب، فاحنا عايزين نعالج المشكله دي ونظهر الجوانب اللي هي بتاعت الاوبجكت اللي عندي، مش يعني ما نظهرش جانب واحد بس. فاول حل قال لك انك هتشتغل على زوايا الاوبجكت، نشتغل على الزوايا بتاعت الاوبجكت نلونها مثلا. بس ده كان حل بدائي، اللي هو ايه، مثلا يعني كل جانب من الاوبجكت نلونه بلون مختلف. فده كان حل بدائي. قال لك حل تاني ان احنا ايه، اللي هو اسمه هيدن سيرفيس ريموفال، اللي هو بقى ايه، بدأ يشوف الجوريزم تعالج الجانب المختفي من الاوبجكت اللي هو الجانب الممسوح. تمام، فالتاسك دلوقتي اللي هي بقى انك تعمل ريندر يخلي لك او يخلي لك السيرفيس دوت يبقى فيزيبل تاني. احنا دلوقتي كان اول حل عندنا ان احنا ايه، كل جانب او كل زاوية من الاوبجكت نبدأ نلونها بلون مثلا، بحيث ان احنا نقدر نلاحظها او نشوفها. قال لك في حل تاني ان احنا نعمل ريندر او الجوريزم الجانب المختفي دوت، بدل ما نلونه بلون، لا، نعمل حاجة الجوريزم كده يبينه لنا مثلا. فهنا قالوا ممكن نلون طبعا زي ما احنا سائلين كل جانب، بس الكلام ده زي ما قلنا ان هو بدائي، وكمان الحل ده مش كويس للناس الديزاينر، اللي هو ندخل كذا لون في بعض، فده هيبوظ الرسم او الشكل او الموديل. تمام، طيب، فقالوا طيب دلوقتي مثلا يعني احنا كنا شفنا تحت في البليت 8 ان ده مثلا منعكس على ده،
فممكن نلون ده بلون ونلون ده بلون مثلا، بحيث ان ما يحصلش حاجة زي كده مثلا، او الانعكاس ما يخفيش جزء من العمود الواقف دوت. زي هنا مثلا، هنا مثلا الانعكاس مش خافي جزء من العمود الواقف، تمام؟ طيب، فقال لك بقى الحل النهائي اللي احنا وصلنا له بقى، والناس اللي هم وصلوا له بقى، اللي هو اللايت، تمام؟ الحل ده كان اللي هو الفاينل بقى، اللي هو قدروا يوصلوا له، اللي هو اللايت بقى، ان احنا نضيف بقى لايت في جزء معين، مثلا الشمس او ضوء او لمبة مثلا، حاجات زي كده. اللايت عموما يعني، اللي هو بقى يقدر يأثر على اللي حواليه وهكذا، من غير طبعا ما يحصل مشاكل وكده، اللي هي الحلول البدائية اللي احنا لسه قايلين عليها دي. وان شاء الله في الفيديو الجاي بقى ناخد اللايت ونشوف أهميته وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.